القضية في نظري قضيتين، أولا قضية التطور نفسه، وثانيا قضية النشأة الإنسانية، ودول قضيتين مش قضية واحدة. القضية الأولى اللي هي قضية التطور، عاوز أقول إنها حقيقة ثابتة علمية وموضوعية وما فيش مجال فيها للخلاف. ليه؟ لأن مفهوم التطور هو استنباط سلالات من سلالات وتحسين هذه السلالات عبر التاريخ، وإن تطلع سلالات جديدة من سلالات قديمة ويحصل تنويع واختلاف. ده فعلا حصل، التزاوج بين الحمار والحصان بيعمل بغل صنف جديد خالص، بين الأسد وبين النمر بيعمل مخلوق جديد له أسد وله نمر. في النباتات بيعملوا دلوقتي عملت التقليم والتطعيم، فتبص تلاقي عملوا لك عجور بطعم الأناناس، وخد من دي بقى تجارب ما تنتهيش. يبقى إذن الكلام عن التطور في ذاته كلام تحصيل حاصل، لأن التطور حقيقة، التطور حقيقة، وفعلا عبر التاريخ السلالات بتستنبط من سلالات سابقة ويحصل تنوع وبيحصل طفرات وبيحصل الاختلافات الهائلة اللي احنا شايفينها. إنما القضية اللي فيها كلام هي إيه؟ هي القضية التانية، وهي النشأة الإنسانية. يعني هل نقول إن حتى الإنسان ينطبق عليه نفس القانون إنه هو مستنبط من سلالة سابقة، ولا هو ربنا اختصه بالبدء المطلق؟ هنا بقى اللي فيه كلام، هنا بقى اللي أقول إن هنا لغز، وما فيش طائفة نقدر نقول هي على حق والتانية على خطأ. في فرقتين، فرقة تقول لك الإنسان حكم وحكم باقي الخلائق أيضا مستنبط من سلالات سابقة وجه بالتطور، وفرقة تقول لك لا الإنسان ده بدء مطلق وكل واحد عنده حججه. الجماعة التطوريين يقول لك الله يا أخي، ما الإنسان تركيبه التشريحي زي القرد، لدرجة أنك تلاقي ومش بس زي القرد، ده أنت بص تلاقي في كل عظمة في الإنسان لها نظيرها في القرد والأرنب والحمامة ومش عارف إيه، هتلاقي برضو هنا الهيومرس تلاقيها برضو في القرد الهيومرس وفي الحمامة الهيومرس، حتى الجناح بتلاقيه عبارة عن عظم الذراع برضو بس طلع له ريش وحاجات بالشكل ده، او مثلا تلاقي الفيمر والفيبيولا والتيبيا والحاجات دي، وتلاقي في الخريطه التشريحيه بتاع الشرايين والاورده نفس الشريان هنا تلاقيه برضو في القرد وتلاقيه في الحمامه والارنب والضفدعه والجمل والبهيمه. التشابه التشريحي كامل. وبعدين الاجهزه، تلاقي جهاز السمع والبصر وجهاز التناسلي والجهاز البولي والجهاز الهضمي، كلها تركيبها واحدة. لما الواحد يبتديها من عند الصرصور لغاية ما نوصل للقرد والإنسان نلاقي الخطة واحدة وقوانين الفيزيولوجية واحدة، ونبص نلاقي الجنين في بطن أمه ويعيد المراحل دي كلها، ويجي في مرحلة يبقى له ديل وبعدين الديل ينكمش، ومرة يبقى له الشعر مغطي جسمه والشعر ينحسر، وشوفنا المخ في الأجانين بيبتدى بثلاث فصوص وبعدين خد تطوره وحظه لغاية ما وصل في التسعة أشهر إلى كماله. فالله يبقى خلاص ده الجماعة التطوريين. الجماعة التانيين يردوا عليهم رد مفحم ورد كويس جدا، يقول لهم والله التشابه يدل على وحدة الصانع لكن ما يدلش على استنباط الأشياء من بعضها البعض. يعني تجمع حلقات الكون، يقول لك إيه أعلى مرتبة في الأدنى هي أدنى مرتبة في الأعلى، يعني إيه اللغز ده؟ إحنا كنا قلنا زمان أن هناك جنس اسمه إيه الجماد، وبعدين يوجد نمو ظاهر فيه فيجي عنصر إيه جنس النبات، فيجي له حس وحركة فيجي الحيوان، وبعدين يوجد له فكر فيجي مين الإنسان. خلاص يبقى فيه جماد وبعدين يطرأ عليه نمو يبقى إيه، وبعدين يطرأ على النمو حس وحركة يبقى حيوان، وبعدين يطرأ على الحس والحركة فكر يبقى إيه إنسان. امسك الحلقات دي ثابتة. إياك حين تقرأ عن عالم أنه قال إن حلقات الوجود متطورة، يعني نبات وبعد جماد وبعدين نبات وبعدين حيوان وبعدين إنسان، يعني أن الإنسان كان حيوانا ثم ارتقى، والحيوان كان نبات ثم ارتقى، والنبات كان جماد ثم ارتقى. نقول لا، هي حلقات على أنها حلقات لازمة. الجماد يظل فلا يرتقي إلى نباتية، والنبات يظل فلا يرتقي إلى، والحيوان يظل فلا يرتقي
الى انسانية. فيبقى ما تقوليش بقى كان اصله قرد وتقول لي ما انتوا بتقولوا للاجناس اصلها كده. نقول لا، هي حلقات وكل حلقة في ذاتها ثابتة. لكنك ان اخذت ارقى حاجة في الجماد تقوم الجماد تلاقيه مرتقي مرتقي الى ان ياخذ ظاهرة النمو زي المرجانيات والبتاع. يقوم يخد ايه ادنى مرتبة في النباتية هي اعلى مرتبة في الجمادية. وبعدين النبات ياخد شوية حس. في شجره مثلا يسموها الزراعين يعرفوها اسمها الست المسيحيه، اذا لمستها كده تدبل على طول، يبقى خدت شيئا من الايه؟ من الحس. هذه اعلى مرتبه في ايه؟ في النبات. وتعتبر ادنى مرتبه في مين؟ في الحيوان. وبعدين الحيوان يقعد يرتقي 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 لحد ما يجي القرد اللي هو يقدر يقلد الانسان ومش عارف ايه. دي ارقى ايه؟ ارقى حاجه في الحيوان. انما هل يرتقي الى ان يصير انسان؟ هو ده الكلام بقى. هو ايه؟ هو ده الكلام. الخلاف اللي بيننا وبينهم لما قالوا داروين ومش عارف ايه، ان داروين قال لك يرتقي. نقول له لا، هو حلقة ولكنها حلقة ثابتة في ذاتها وستظل كذلك. لأن الله قال الذي أخبر عن الحياة ولم يدعها أحد، فليس لأحد أبدا أن يتكلم عن الحياة وعن كيف نشأت الحياة، لأنه ما حدش ادعى أنه لا أحيا ولا أبدا، ما حدش يتكلم في دي أبدا. يوم يقول ايه؟ فسبحان الذي خلق الازواج كلها ومن كل شيء خلقنا زوجين. ما تقوليش القرد بقى طالع ان من يطلع منه انسان، لان انسان يبقى له ايه؟ من كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. يبقى الانسان له زوجين، والقرود والبغال الحمير المواء كل حاجه النباتات، وبرضه الجمادات طلع برضه زوجين، موجب وسالب ضروري. الالتحام ما يتأتش الا بموجب وسالب والتفكر حتى في بداية الخلق. نعم، حتى البحث في بداية الخلق، حتى البحث في بداية الخلق، بس يكون في ذهننا اننا بنبحث عن الخلق، يعني ان هناك خالقا. يعني حتى لو فرض ان فيه انواع تطورت انواع، انما هذا بإرادة الخالق حسب سنن الخالق. فهذا انما اذا بحثنا ونحن في ذهننا ان ليس هناك خالق وليس هناك مدبر لهذا الكون وليس هناك اله لهذا الكون، ان الانسان خلق قصدا ليكون خليفة الله في الارض. يعني هذه قضية واضحة من سياق القرآن الكريم، ان حينما اراد الله ان يخلق هذا المخلوق الذي ليس هو من صنف الملائكة وليس هو من صنف الأنعام والدواب، ولكن صنف متميز فيه غرائز الحيوان وفيه روحانية الملاك، فهو طبيعة مزدوجة. ولذلك خلقه من طين ومن روح، فيه جزء أرضي وجزء سماوي، جزء إنساني وجزء رباني. ولذلك الأول من طين أو من تراب أو من صلصال، أو يعني هذه المادة الجانب المادي العنصر المادي. في عنصر آخر اللي هو قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فالظاهر من القرآن ربنا حينما أراد أن يخلق آدم شاور الملائكة، استشرهم، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وبعدين أمر الملائكة أن يسجدوا لهذا المخلوق بمجرد تسويته ونفخ الروح فيه، ما يدل على أنه مخلوق مميز. يعني فهو مخلوق قصدا، هذا ظاهر القرآن. يعني من يقرأ القرآن بتفصيلاته يعني يكون عنده يقين بأن هذا المخلوق خلقه الله قصدا، لم يتطور عن نوع آخر أو شيء من هذا. طبعا خليل الدكتور، يعني عندما نتحدث عن بداية الخلق نتحدث عن أمر غيبي، يعني هل هو أمر غيبي نسبي يخضع لنتائج العلم وما يتوصل إليه لاحقا؟ لا، هو غيب، شيء لم نحضره. هو غيب مطلق يعني أم غيب نسبي؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، لم نشهده، فهو غيب بالنسبة إلينا، لا نعلم. ملايين السنين، وهذا يعني أنه كان هناك بشر قبل آدم عليه السلام، لماذا لا يكون مثلا آدم له آباء، له من سبقه
وهو كان صفوة هذه المخلوقات اصطفاه الله عز وجل. لا نعرف متى خلق آدم، يعني في الإسلام هذه الأشياء غير معروفة، في التوراة عمر الدنيا كلها 7000 سنة، يعني 70 قرن، لما نحن عندنا ليس عندنا، يعني بالعكس فيه يعني بعض الأحاديث تقول إن آدم حينما خلق كان طوله يعني 60 ذراع، يعني أضعاف الواحد منا، وبعدين ظل الخلق يتناقص، فعلشان الخلق يتناقص ده يحتاج إلى ملايين السنين. لا نعرف متى خلق آدم، ليس عندنا في الإسلام تحديد للسنين، لا في البداية ولا في النهاية، الساعة قريب، إنما القرب ده أمر نسبي، قد يكون آلاف السنين، قد يكون 10000 السنين، الله أعلم. نحن ما ليس عندنا إشكال في هذه الناحية، وليس عندنا مانع من أن يكون هناك أوادم قبل آدم. هكذا بعض المفسرين قالوا إن فيه أوادم قبل آدم، لأنه أخذوا ذلك من إشارة الملائكة حينما قال الله لهم إني جاعل في الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين عرفوا إن هذا المخلوق ممكن أن يعني يسفك الدماء ويفسد في الأرض؟ قالوا إن كان فيه ناس مخاليق قبل هذا في الأرض. هل هم من الجن أم هم من الإنس؟ الله أعلم، ربما كانوا أناسي أخرى، يعني لا ليس هناك مانع من هذا. والبعض قال عرفوه من طبيعة خلق آدم، إنه إنسان من طين ومن روح، فالطين لابد أن يكون له أثره، فاستنتجوا استنباطا وليس عن معرفة سابقة. كل هذا ممكن. نعم طبعا فضيلة الدكتور، يعني فكرة التطور بحد ذاتها، هل هناك في القرآن الكريم ما يعارضها أو ما يناقضها؟ خاصة أن البعض يستدل بقوله عز وجل وقد خلقكم أطوارا في أحسن تقويم، خلقك فسواك فعدلك، يعني يرى من خلال هذه الآيات أن الإنسان تطور وتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه. لا، هذه آيات يعني محتملة، يعني عندما زي ما يقول الشيخ حسين القيس لما تصبح النظرية دي حقيقة واقعة ممكن نأول، يعني وكما قال الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص القرآن، حينما تصبح القضية نظرية داروين مثل السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني تصبح حقيقة قطعية، نضطر في الحالة دي نأول آيات القرآن. إنما آلاف المراجع في أمريكا وأوروبا الآن بيسموها داروينيزم ميثس، خرافات، ميثس ترجمتها خرافات، مش احنا المبتدعين هذا اللفظ. على اي حال عطنا نماذج من خرافاتها او بعض خرافاتها. مثلا الخرافة الاولى خرافة الاعضاء اللا وظيفية، والخرافة الثانية خرافة التماثل، والخرافة الثالثة خرافة التنظيم الذاتي للمادة، والخرافة الرابعة خرافة النظام المفتوح، والخرافة الخامسة خرافة السيناريو المقترح لتطور الإنسان، والخرافة السادسة خرافة التصميم المشترك، والخرافة السابعة خرافة التنوع. جملة كلام علمي، لا وظيفية. هنا عاوزين نتكلم علم دقيق بلغة العلماء، عاوزين نفرق بين حاجتين، بين أعضاء لا وظائف لها، وبين أعضاء غير معروف وظائفها. تفرق جامد قوي جدا. أنا بقول لك في بلد في أفريقيا اسمه موزمبيق، رحته؟ لا والله ما رحت. طيب، عدم مروحك له لا يعني عدم وجوده. صحيح. فعدم معرفتك للشيء لا يعني عدم وجوده. بالضبط. ندي أمثلة. قالوا فيدريك شاين اللي هو العالم الألماني، عالم التشريح الكبير، سنة 1895 أصدر كتاب فيه تصور كام؟ 100 عضو موجود في جسم الإنسان يزعم أن ما لهاش إيه؟ وظيفة. وقالوا 100. وقالوا لو كان الخلق إلهيا مش معقول الإله يعمل أعضاء ليست لها وظائف. دخلوها في العبث طبعا. ناخذ مثلا على سبيل المثال الزائدة الدودية. الزائدة الدودية دي اللي هي موجودة بالأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، طلع أنه عضو لنفوي له وظيفة كبيرة جدا، مليان بالأوعية الدموية والأوعية اللنفوية والأوعية الشعرية. كذلك مثل الوستين اللي هي عبارة عن بوابة الحراسة، صمام الأمان. صحيح. اللي بيحرس الحلق من دخول اي جراثيم للجسم عن طريق الايه
الفم. إذا كانت المسألة في الهومولوجي مسألة تماثل، طب إيه رأيك بقى إن المراجع اكتشفت أن هناك مخلوقا إحنا 46 وهو 46 وليس هو من عالم القرود، إحنا 46 وهو إيه وهو 46، ديت بقى تعتبر في حكم القنبلة العلمية بجد. أيوة. وأنا استوسقت منها، هذا الكائن ليس بقرد ولا بأرنب، وإنما هذا الكائن دي قنبلة علمية فعلا. نبات البطاطا، نبات البطاطا، نبات البطاطا هذا اللي نسميها احنا البطاطا الحمراء تسمونها ايش انتو؟ البطاطا، وهنا الفندال، احنا الفندال ده الانسان اهو. يا سلام، طبعا عجيبه هذه، اخطر اخطر معلومه. 48 كروموسوم، 46 كروموسوم الانسان 46 والبطاطا 46. ايه رايك بقى تطابق يعني؟ يبقى مين جدنا الاعلى، هذا القرد شفته ولا هذا الارنب ولا هذا المخلوق اللي هو نبات البطاطا اللي نفس عدد كروموسوماتنا؟ هذه عجيبه والله. لا ده من اعجب يعني، ده كانت عجيبه بالنسبه لي شخصيا. قصه التماثل انتهت، انتهت نهائيا. كون نبات هل يبقى عزيز المشاهد، هل ترضى ان يكون هذا هو جدك الاعلى بناء على قاعده التماثل في عدد الكروموسومات؟ وشفت دكتور محمد هذا السيناريو؟ ايوه، اللي هو القرد الجنوبي اللي هو الاسترالوبيثيكوس، وبعدين القرد القادر على استخدام الادوات اللي هو هومو هابيليس، وبعدين القرد منتصب القامه، لا الانسان منتصب القامه هومو ريكتس، وبعدين الانسان العاقل هومو سابينز. اللي احنا النقطه بقى التعليقي عليه بقى على هذا السيناريو، لم يكن الاول جدا للثاني اطلاقا، يعني القرد الجنوبي مش جد للايه للقرد اللي بعدين اللي هو القدر على استخدام الادوات، يعني تسلسل التصوري وليس الدارين. القدر على استخدام الادوات جدا لانسان منتصب القامه. ما فيش علاقه تطوريه على الاطلاق، هم متصورينها تطوريه، هم يطرحونها على انها تطوريه، تطوريه ما فيش علاقه تطوريه اطلاقا. وده ليس كلامي، كلام دكتور سولي زوكرمان في بريطانيا، وكلام الدكتور ريتشارد ماكسنارد في امريكا، وكلاهما من كبار علماء التشريح والحفريات في العالم، وكانوا مفوضين على مدى يعني 15 سنة لدراسة هذه الهياكل هذه المخلوقات أو حفريات هذه المخلوقات. خلاص الصورة إذن واضحة، لأن هذه الجزئية دكتور فيها كلام ولغط كثير. لا هو ده التحديد، ده التحديد إن شاء الله. اللي قلنا ده كلام دقيق وعلمي وعن مراجع عالمية، وده التحديد الدقيق إن شاء الله. طيب تعرفوا ما يسمى بنظرية التطور، اللي بتقول انه الكائنات تطورت وانه الانسان كان يعني مرحله راقيه في التطور. هذه المسائل كلها بدنا نحاول نتعرض لها في هذا الدرس، باعتبار لها صله في موضوع ادم عليه السلام. في كلام طويل في موضوع نظريه التطور، انه الكائنات حصل فيها تطور وانبثق بعضها عن بعض الملاحدة كانوا يحاولوا يستغلوا ما يسمى بنظرية التطور للإلحاد. في المقابل كان في ردة فعل من سواء كان يهود أو مسيحية أو مسلمين بشكل عام يرفضوا نظرية التطور. طب أنو اللي منهم مستخدم المنهجية السوية في التفكير؟ هذاك الملحد بده يستغل نظرية التطور، ونظرية التطور لا تدل على الإلحاد إطلاقا، وذاك المتدين سواء بالدين اليهودي أو المسيحي أو الإسلامي بده يرفض لظنه أنه الدين بيرفض النظرية نظرية التطور. لاحظوا، بدأ خلق الإنسان من طين، إذن الطين شو هو؟ بداية. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه. أوف، هذا بين التسوية والنفخ فيه والطين، هذا في تسلسل عن طريق التزاوج والماء المهين. كمان مرة، بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله
من سلالة من ماء مهين، نسله من سلالة، ثم سواه ونفخ فيه. وشو قال في الآية الثانية؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن معناته الشغلة مش قضية فجأة، ما هو أصلا أعطانا فكرة إنه تراب، وبعدين مرة كان يقول إنه طين، ومرة يقول إنه طين لازم، وحمأ مسنون، وكالصلصال كالفخار. يعطيك فكرة عن مراحل، وفي مراحل أنت الآن ما بتدري فيها، في مراحل ما بتدري فيها. طب كيف بدنا نفسر هذه الآية؟ الآية هاي إذا بدنا نأخذها على ظاهرها بدون ما نقعد نهرب بطريقة أو بأخرى، مشان نقول لا الإنسان أخذ فجأة من التراب، الآية واضحة، بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، إذن في مرحلة خلق وفي مرحلة تصوير بالصورة الإنسانية. ولقد خلقناكم ثم، واستخدام ثم هاي في خلق الإنسان كثير استخدمت، ثم التي تدل على الترتيب مع إيش؟ تراخي. قديش التراخي هذا؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا، ثم حتى بعد التصوير ثم قلنا. قديش يعني ثم هاي؟ مش عرفنا قديش ثم، بس واضح انه يعني زمن. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طيب في عندي قضيتين. القضية الأولى أنه الله خلقنا مثلا من التراب مباشرة، وإذا الإنسان قائم فأنت إيش؟ أنت تراب، فجأة صرت إنسان بأمر إلهي. طب ما هو يستطيع يأمر الله سبحانه وتعالى كن فيكون، خلصنا. ولا إيش هالآيات اللي مرة بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله، خلص قلنا له يا آدم كن فكان، كن فكان وخلاص. ليش مرة طين لازب ومرة حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار وذرية قوم آخرين وكل هذا خلاص قل كان تراب، قلنا له قوم قام خلاص. ما قلناش هيك، ما قلناش هيك. طيب شوفوا الآن، أنا أرى شخصيا إنه أكرم شيء للإنسان، لأن هذا الإنسان هو مخلوق مكرم على كل الكائنات، واللي أسجدت إله الملائكة والجن إبليس رفض. ليش رفض؟ طبعا لأنه فهم شو القصة، هذا المخلوق المكرم. طيب هذا المخلوق المكرم إيش المانع؟ إيش المانع طالما أن الله هو الخالق، إنه الله خلق على الأرض كائنات ابتداء من النبات؟ إيش بمنع إني أنا أفهم قول الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا؟ شو بمنع أخذها ظاهرها؟ هاي كمان نبات كائنين، مش من ضمن المعنى؟ إيش يعني والله أنبتكم من الأرض نباتا؟ تمام؟ شو المانع ابتداء النبات؟ العجيب إنه الناس بيستوعبوا إنه ابتداء تراب، بيستبعدوا يعني أنو أفضل، تراب ولا نبات؟ أنو أرقى؟ أنو أرقى؟ التراب ولا النبات؟ النبات فيه حياة، فيه حياة. طبعا هو أرقى، النبات ولا الحيوان؟ حيوان. هو أصلا ليش تسمى حيوان؟ ليش تسمى حيوان؟ لأنه تتجلى فيه الحياة أكثر من النبات. أنت يا إنسان أنا بدي أختارك، هالدهور والقرون المتطاولة من نباتات ثم كائنات دنيا ثم أرقى ثم أرقى ثم أرقى ثم أرقى. خطة واضحة، خطة واضحة، مش هيك؟ الآن يا إنسان هون أنت مكرم، من الآن بدي أخذك من هون. أخذوا من وين؟ من أعلى السلم، أخذوا أخذ خاص، والآن منبين من أعلى. أنو أكرم إذن؟ من التراب مباشرة ولا ملايين السنين؟ وهالكائنات، هالكائنات لو سألتها وين رايحة أنت في تطورك؟
الخطة هاي وين؟ الخطة مشان يجي الملك أنو أكرم. بس يا سبحان الله، احنا لا بدنا يا من التراب مباشرة هيك وخلاص. هذه أكرم بكثير، انه يقول لك كل هالكائنات انا كنت مسخرها مشان في الاخير اقطف مين؟ الانسان. كيف بده يقطفه الانسان؟ فما نظلش يعني بالطريقة اياها هاي اللي الهوجائية. التطور ونظرية ايه، روحت نظرية التطور الان، يا بتثبت يا بتثبتش، مش هذا المهم. المهم في شيء اسمه تطور بدون اشراف عليم على كل هالخطة هاي، لانها كلها موجهة، كلها موجهة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه. على فكرة الضمير في خلقه برجع مين؟ آدم. بشيء كمان مرة، خلق الله آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، اللي هو مين؟ من تراب. ثم انتبهوا، انتبهوا لثم. ثم هاي اللي يعني اللي بتأخذ وقت. ثم قال له كن. طيب ما هو طالما عيسى مثله، عليه السلام وعليهما السلام، اذا معناته عيسى من التراب، مش هو مثله؟ اذا من التراب. بس انا شايف من مريم، معناته بدي اعكسها. كيف تعكسها؟ ان مثلا ادم عند الله كمثل عيسى. عيسى أخذ من مين؟ عيسى جاء بقانون زوجية؟ أبدا، استثناء على القانون. آدم جاء بقانون الزوجية؟ لا، استثناء على القانون. بس لحظة، آدم جاء بقانون زوجية؟ ما هو كله زوجي. ومن كل شيء من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. كله زوجية، كله. لا، آدم لا، عيسى لا. ليش؟ معناته هذا الكائن اللي هو آدم بده يكرم، بده يؤخذ أخذ خاص. أخذ خاص، هل كنت عيسى أخذ أخذ خاص ولا لا؟ بده يؤخذ أخذ خاص، ومنه تأخذ زوجته ونعمل زوجية جديدة، مشان ما يقولوا انه إله نسب بمين؟ بالماضي. كمان مرة، بده أخذوا أخذ خاص. كيف أخذ عيسى أخذ خاص؟ بده أخذوا أخذ خاص ومنه أخذ زوجته، ومن هون أبدأ زوجية جديدة مشان ما حدا ينسبه لمين؟ للماضي. أنا ماضي ما لكش علاقة، أنه ماضي من التراب مباشرة، من كائنات ثانية، من شجرة، من يعني اللي بيطلعوا من التراب بيطلعوش من شجرة، واللي بيطلعوا من شجرة بيطلعوش من عصفور. أنو أكرم؟ أنو أكرم من أني يعني وين الكرامة بتكون؟ نأخذ من وين؟ نأخذ من وين يعني حتى يكون مكرم؟ لكن الشيء اللي إحنا متأكدين منه واللي النصوص واضحة انه احنا من زوجية بدأت جديد. اما ابونا ادم الان ايش خل، كيف اخذ الان؟ اذا بدنا ناخذه كعيسى، بالضبط معناته من انثى، كائن معين. وهذا الكائن ابيد، ليش يباد؟ ممكن ابيد لانه اصلا انت وجدت يا هالكائن مشان في الأخير نأخذ آدم منك وبعدين نبيدك، لأنه كل هذا أصلا من أجل آدم. وهذول اللي بيقولوا حلقة مفقودة، ومش حلقة مفقودة بين الكائنات والإنسان، حلقة مفقودة بدوروا عليها، الحلقة بين الإنسان والإنسان أخذ أخذ خاص. زي مثلا واحد اليوم يقعد يدور على أبوه لعيسى عليه السلام، مش راح يلاقي. زي واحد يدور اليوم على والد عيسى عليه السلام، مش راح يلاقيه. ليش؟ لانه عيسى عليه السلام اخذ اخذ خاص. والحلقه المفقوده اللي ممكن يدوروا عليها بين الكائنات والانسان مش راح يلاقوها. ليش؟ لانه الانسان اخذ اخذ خاص بنص القران، والزوجيه بدات من ادم نفسه
ومن نفس آدم وجدت الزوجة، فليكن ما قبلنا تطور وما تطور انتهى. احنا قصدنا شو الحلال؟ هذه على فكرة الكلام اللي قلته الآن. Modern evolutionary synthesis. Modern يعني معاصر، evolutionary تطوري، synthesis التركيبية التطورية المعاصرة، وهي المعروفة بالنظرية التركيبية أو تعرف أيضا بالتركيبية المعاصرة Modern synthesis فقط. هذه إلى اليوم تشتغل عاد. الآن سنشرح لكم مبادئ التركيبية التطورية المعاصرة في 10 نقاط عشان نفهم هاي الشيء. فكل من أراد يتحدث عن التطور ما يقول لي دارون إيش قال وأصل أنواع، اترك هذا كله واترك كل ما ذكرنا، ابدأ تحدثي في 10 نقاط، 1 2 3 10، هذا هو التطور. هذا الذي دافع عنه الآن علماء التطور حول العالم الكبار المتعصبون. طبعا في اتجاهات أخرى وفي نظريات أخرى أيضا، لكن هذا هو السائد، هذا هو السائد، وهذه الصيغة الأقوى إلى الآن. يعني لما تقولي مثلا دوكنز، هذا أكبر عالم تطور على أساس مشهور العالم، إيش بتبنى؟ بتبنى التركيبية المعاصرة في صيغة صغار، هو تغير في الفريكفنسي يعني التردد، تردد الجينات أو الجيني في مستودع الجينات. شرحت هذا بالتفصيل وبالأمثلة وبطريقة سهلة صحيح؟ وقلت لكم برضو عبر إيه؟ 5 خطوات. لازم يكون الحديث عن ماذا؟ عن عشيرة، جماعة أفراد من نوع معين من الحيوانات أو الكائنات منعزل isolated يعني population، تكون منعزلة. هنتكلم اليوم عن الانعزال الآن، أنواع الانعزال الاثنين الرئيسين، عنده 4 أنواع بس، نوعان رئيسان أهم شيء نفهمهما. وبعدين هذول ما لهم؟ الجماعة المنعزلة أيها الإخوة في ميتنج، موضوع التزاوج الداخلي، شفت؟ هذا العامل الثاني. والعامل الثالث بعد الميتنج ميوتيشن، الطفرات بصير فيه طفرة. والعامل الرابع الانسياب الجيني، الانسياب بصير فيه انسياب جيني سواء بالهجرة إلى أو الهجرة من أو حتى إيه وبائية إلى أي شيء اللي هو هي الفلو، جينيتك فلو. والعامل الخامس بيستغل الأربعة الحوامل هذه وبيشتغل عليها، إيش هو؟ ناتشرال سيلكشن، الانتخاب الطبيعي. هذا هو التطور. تتكلم عن تطور علمياً تتكلم بالطريقة هذه وتقول لي كيف يتم تغير تردد الجينات أو التردد الجيني في المستودع الجيني. شرحنا هذا أيامها ولا مش صحيح. وهالطفرات هذه يا بتكون طفرات على مستوى الجينات فهي طفرات صغيرة، أو طفرات على مستوى إيه؟ الكروموزومات وهي طفرات كبيرة. هذا مهم جدا، هذا مهم. التركيبية المعاصرة التطورية، قال لك في عندنا الانتخاب الطبيعي، رجعوا الآن ما فيها المبدأ 3. والانتخاب الطبيعي إيش بيشتغل؟ باتجاه إيش؟ في اتجاه تعزيز وتدعيم واستبقاء الصفات المفضلة الجيدة التي تساهم في جعل الكائن أصلح، تعطيه صلاحية أكبر. شيء صلاحي زي ما قلنا باختصار، مش أنه أقوى ولا أسرع ولا أجمل ولا كذا، أبداً أبداً. الصلاحية باختصار أن يكون أكثر تكيفاً مع بيئته باختصار، وإحنا عرفناه بطريقة زمان علمية أدق من هيك، بس إحنا الآن نلخص. 4، تحدث مبدأ ماذا؟ الإيسوليشن، الإنعزال، الإنفصال يعني معزول منفصل. هذا الإيسوليشن يوجد منه ضربان رئيسان، انعزال جغرافي، جيوغرافيك ايسوليشن، انعزال جغرافي. الانعزال الجغرافي ينتج لنا موطنا واحدا ولا اكثر من موطن؟ اكثر من موطن طبعا، الوباتريك طبعا. ليه؟ نفترض انه جزيره واحده بقدره قادر شقت نصفين، ذهب نصف هنا في الماء ونصف اخر غادي. ما هو الحاجز؟ الماء. هذا حاجز جغرافي فيزيقي صحيح؟ هذا انعزال مش جغرافي. حيوانات عشائر بتعيش في نفس البيئة، عجيب، على نفس الأرض في نفس الرقعة في نفس الجزيرة، ولكنها منعزلة تكاثريا لأسباب مش هنخوض فيها، ترجع الكتب الجامعية تقرأ أسباب كثيرة، لأسباب بعضها حتى أسباب ميكانيكية، لأسباب معينة هذه الحيوانات لا تتكاثر مع هذه، معناها في الأصل نوع واحد، بصير بعضه يتكاثر مع بعض والبعض الآخر مع بعض آخر، معناهم في نفس البيئة، في البيئة نفسها.
وبعد أيضا فترة زمنية طويلة يتحول هذا إلى نوع ويستقل هذا ليكون نوعا جديدا. وهم قبل 2 مليون سنة كانوا إيش في الأخير؟ في الأصل نوع واحد. هذا بسموه إيه؟ بسموه سيمباتريك، يعني في الوطن الواحد. سيمباتريك، سيمباتريك ها سبيشيشن، انتواء داخل إيه؟ الوطن الواحد. إذا فهمنا قضية إيه؟ الإيسوليشن والانعزال الجغرافي والانعزال التكاثري أو التناسلي. نيوتني ظاهر اسمه ماذا؟ نيوتني. شو الظاهرة المدعوة بهذا الاسم العجيب؟ باختصار هي الظاهرة التي يمكن أن يعبر عنها بأن الكائن النيوتني اللي بيكون إيه؟ يعرب عن الظاهرة النيوتونية هذه عنده هو أحد مصادقه يعني. طبعاً باختصار إحنا كبشر يقال إننا كائنات نيوتنية. عجيب ليش؟ إيش معناها يعني؟ أيوة معناها أننا حين نكبر وننضج ننضج جنسياً، أما بدنياً وخاصة فيما يخص الشكل فتقريباً لا ننضج، كأننا ننتفخ فقط ولا ننضج. ما معنى هذا؟ باختصار عشان أبسطه هيك بكون فعلاً نجحت أني أشرح نيوتني، ظاهرة نيوتني ظاهرة معقدة شوية وفيها خلاف حتى بين التطوريين. بولك الألماني يؤمن بها متعصب لها، آخرون لك لا مش دقيقة 100% يعني معناها أحد أدلة التطور يعني عند من يؤمن بها مثل بولك الألماني. إيش هو؟ خذ أي كائن حتى الكائنات شبيهة بالإنسان شمبانزي مثلا، شوفوا حين يكون جنينا قبل أن تضعه أمه وحين تضعه في أول أيام أو في أول فترة بتشوف كيف شكله بكون، وتعال بعد إيه سنوات حين ينضج يصبح إيه شمبانزي يافعا، تحس في فرق كبير جدا بين الشمبانزي اليافع والشمبانزي إيه الجنين أو الوليد. الإنسان ليس كذلك فعلا، الإنسان وهو في آخر إيه مراحله الجنينية وأول ما يكون وليدا شكله يعني مثلا إيش شكله عندنا الفلاتنس التسطح الوجه المسطح، يعني وجوه مسطحة، ابنك بلد مسطح وحين بنكبر ونضل مسطحين صح ولا لا؟ سيش وجهنا هيك. ستة، التطور لا يحدث بوتيرة تسارعية واحدة، يعني الإنسان مثلا والحوت الحيتان الويلز من أكثر الكائنات سرعة في التطور، يعني في 500,000 سنة فقط ظهرت أنواع بشرية هيومانايد واختفت وظهرت غيرها شو قصة بسرعة شديدة 500,000 سنة فقط. هنأخذها بالتفصيل بعدين عن موضوع تطور الإنسان. الحيتان أيضا تطورت بسرعة، تطورت بسرعة، لكن عندك مثلا شو اسمه السلحفاة، السلحفاة من 100 ملايين، من 150 وقال من 250 مليون سنة كما هي ما تطور. يكون التطور سريعا إبان الانتواء والنوع الجديد في طريقه إلى الظهور، يكون تطور ماذا؟ يعني هو أول بس ما يحط رجله على الطريق زي ما بيقولوا كأنه بنزلق، يعني في منزلق تطوري، أول ما تبدأ تظهر طفرة معينة ويتكيب بها وكويس بصير سريع هنا إلى أن يظهر هذا مبدأ النوع الجديد. فإذا ظهر النوع الجديد وتكيف مع بيئته ترجع وتيرة التطور إلى ماذا؟ إلى البطء الشديد. خلاص كأنه قضى المهمة يعني، شفتوا؟ هذا كمان مبدأ. النقطة الثامنة إيه؟ في التركيبية المعاصرة قال لك التطور يكون سريعا لما يتكيف هذا النوع الجديد مع بيئته تعود الوتيرة إلى ماذا؟ إلى التباطؤ الشديد. مبدأ قال لك هذا مرخبينهم. طيب بعدين التطور يا إخواني، تطور أنواع جديدة مش معناها أنه لازم هذه الأنواع تتطور دائما من أنواع أكثر تقدما. فهمنا كيف إحنا؟ يعني مثلا إحنا كثدييات ماملز، إحنا ثدييات بأنواعها الثلاث، طبعا ثدييات عندها هي ثلاث أقسام. هذه تطورت من ماذا؟ من الزواحف. مش ضروري أن تكون الثدييات تطورت من أرقى الزواحف. لو نرجع للزواحف القديمة هذه قبل 70 وقبل 100 و250 مليون سنة، مين كان أرقاها؟ ديناصورات، ديناصور زاحف هذا رهيب وراقي جدا وقوي. نحن لم نتطور من الديناصورات. لا، المبدأ الأخير العاشر، ليس بالضرورة أن يتجه التطور دائما في كل الحالات إلى ماذا؟ إلى الأكثر تعقيدا وتركيبا. هتقول لي كيف هذا؟ هنا صار في تناقض مع المصطلح يعني.
لا، كلمة evolution لا تقتضي هذا. evolution مش معناها إيه؟ أنه لازم دائما يترقى، يعني مبدأ إيه؟ progress يعني، لا مش شرط.